لقينا السكينه دي في اوضه النوم يا فندم، شباك الحمام مفتوح وفاصل رجلين كمان يا فندم. طب تعالى ورايا. هو احنا مش بينا في اتفاق ومعاد؟ بقول لك ايه، مش عايز رأي كتير، 48 ساعة لو ما عملتش اللي اتفقنا عليه اتفاقنا ده يعتبر ملغي، ويبقى ارجع اغسل صحون بدل امك في ايطاليا. انت بتتكلم جد؟ والله العظيم بتكلم جد، ده مأذون على فكرة، وفي 2 شهود صحابي جايين في الطريق. لا 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 يا لا يا علي، ما اقدرش اعمل كده خالص. انت اكيد. لا ده اسمه جنان. فرح، احنا بقالنا قد ايه بنفكر بالعقل والمنطق؟ عشنا طول عمرنا نعمل كده، وبعدين لما اتقابلنا بالصدفه، ما كانش فيها ولا عقل ولا منطق. وبعدين انت شفتي اللي حصل، يعني بعد لما انت جيتي بكام يوم اتقابلنا، وبعد لما انا جيت بكام ساعه شفتك، يعني فين العقل والمنطق في ده؟ ده معناه ايه بالنسبه لك؟ معنى ايه؟ معنى ان انا جيت عشانك، من غير ما اعرف، من غير ما اخطط، وانت كمان انت استنيتيني من غير ما تعرفي. من حقنا ان احنا نعيش حياتنا مع اللي احنا عايزينه بالطريقه اللي احنا عايزينها. ايوه يا علي، بس انت راجل، يعني لو عملت كده او اتجوزت اهلك مش هيزعلوا منك، لكن انا مهما كبرت يعني واشتغلت وسافرت ما اقدرش اعمل كده في اهلي. انا عندي بابا، وعندي اخواتي، وعندي بنتي. علي بليز، لا لا مش هينفع. والنبي يا علي انت مش فاهم، في حاجات كتير جدا ما ينفعش، انت ما بتعرفش عنها حاجه. بقول لك ايه، حتى لو دول الشهود، هاخد المأذون وهاخد الشهود وهنطلع لباباك. علي والنبي. طب اهدي، طيب مش رواقي، طيب ممكن تهدي؟ بيتك زي ما هو ما تغيرش، بس ضيوفك هما اللي اتغيروا. معلش يا مولانا، اتكل انت على الله عشان عندنا غسيل. غسيل وسخ ما ينفعش يتنشر قدام الناس الغرب. هتتجوزيه يا فرح؟ هتتجوزيه بعد كل اللي عمله؟ بلاش أقولك الكلام القديم، إن هو كان السبب إن أنت تخشي المصحة وتتعالجي. هقولك حاجة تانية، هتتجوزي واحد غلط مع أختك؟ ومش مرة واحدة بس، كذا مرة، وضحك عليها وخلع وسابها. انت فعلا عملت كده؟ ما ترد عليها. ايوه فرح، فرح.